قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فقوله عز وجل ألم، الهمزة هنا للاستفهام، والاستفهام هنا ليس على بابه، وإنما خرج لغرض آخر، وذلك لأن الاستفهام قد يخرج من أصله إلى غرض آخر حسب السياق. فالاستفهام هنا يفيد ماذا؟ يفيد التقرير، فيقرر عز وجل لأنه جل وعلا لا يخفى عليه شيء، فخرج هذا الاستفهام من أصله إلى التقرير مع علمه عز وجل بما صنعه هؤلاء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.